أهلا بكم. كيف تأثر التعليم في العراق بفيروس كورونا؟ كيف يمكن للتعليم أن يكون عن بعد رغم عدم توفر الأدوات التعليمية اللازمة في العراق؟ لماذا لا توجد خطط حكومية واضحة لمواجهة الأضرار التي يسببها فيروس كورونا في التعليم وفي المتعلمين؟ أعلنت اليونسكو نظراً لتأثر 87% من عدد الطلاب في العالم بإغلاق المدارس بسبب الفيروس، فكان إطلاق تحالف عالمي للتعليم من أجل دعم الدول في توسيع نطاق أفضل حلول للتعلم عن بعد والوصول إلى الأطفال والشباب الأكثر عرضة للخطر. فقد ألحق إغلاق المدارس بسبب كوفيد أو فيروس كورونا الضرر بأكثر من 1.5 مليار متعلم موزعين على 165 بلدا. هذا الفيروس فيروس خطير جدا، يؤثر على العملية التعليمية وعلى المتعلمين في ظل نقص الموارد، في ظل الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه أو يعاني منه العراق، في ظل الحكومات المتعاقبة. كيف يواجه المتعلمون هذا التحدي؟ كيف يواجه أولياء الأمور هذا التحدي؟ في حين في ظل هذا النقص في أجهزة الحاسوب، في ظل الفقر، في ظل ازدياد البطالة وانقطاع الإنترنت، الأمم المتحدة تناشد جميع العالم الالتزام بكل التعليمات التي تصدر من منظمة الصحة العالمية. السيدة أمينة محمد حذرت من إغلاق المدارس إذ أنه يؤدي إلى فقدان شبكة الأمان الأساسية بالنسبة لملايين الأطفال والشباب القادمين من فئات محرومة في ظل نقص التغذية والحماية والدعم النفسي. إلا أن هذا الفيروس فيروس خطير، لذلك كان الأمر مضطرين عليه. إذن مشاهدينا الكرام، هذا الفيروس أثر بشكل كبير على العملية التعليمية في العراق. الحكومات المتعاقبة أهملت القطاع التعليمي ومتطلبات القطاع التعليمي. منذ احتلال العراق لم يشهد القطاع التعليمي أي نهضة. فيروس كورونا أضاف عبئا ثقيلا على العراقيين بسبب ما يعانوه من هذا الفساد المالي والإداري، وكذلك من إهمال جميع القطاعات من ضمنها قطاع التعليم. إذن مشاهدينا الكرام، نناقش في هذه الحلقة هذه المحاور: كيف تسبب فيروس كورونا في اضطراب التعليمي في العراق، وكيف يمكن للتعليم أن يكون عن بعد في ظل نقص الموارد وفي ظل الفساد وفي ظل المحسوبية والمحاصصة. أرحب بضيوفي إن شاء الله في هذه الحلقة. سيكونون معي الدكتور سلوان العاني الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم، وأيضا الدكتورة نادين يارد أخصائية الأمراض المعدية والجرثومية، وكذلك الأستاذ ثائر عبيد هجول نقيب المعلمين في العراق في بابل. إذن نتابع سويا مشاهدينا الكرام هذا التقرير ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. بعد أن كان العراق قبل 2003 يمتلك نظاما تعليميا يعد من بين أفضل أنظمة التعليم في المنطقة بحسب منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم اليونسكو، والذي حاز على جائزتين منها وأوصل العراق إلى بلد خال من الأمية، يعاني اليوم من فساد كبير وتراجع في مستويات التعليم. جائحة كورونا التي تجتاح العالم دخلت العراق لتلقي بظلالها على جميع مفاصل الدولة المنهكة أصلاً من تعاقب الحكومات الفاسدة والأحزاب المتسلطة، التي أخرجت العراق من التصنيف العالمي لجودة التعليم في العالم، فكان التعليم أول ضحاياها. كورونا كشف المستور وفضح عجز الحكومة في التصدي له، وأزاح الستار عن ملفات فساد كثيرة كان من أبرزها ملف التعليم. فبعد الإعلان عن توقف الدوام في آلاف المدارس العراقية التي تضم أكثر من 10 ملايين طالب وطالبة ونحو 100 جامعة بين أهلية وحكومية، أطلقت وزارتا التربية والتعليم العالي منصات للتعليم الإلكتروني، لكن دون امتلاك أي بنية تحتية تقنية في النظام الإداري والإلكتروني، فضلاً عن عدم إمكانية معظم الطلبة للوصول إلى تلك المنصات بسبب عدم امتلاكهم الأجهزة المناسبة لهذا النوع من التعليم،
وعدم حصولهم على خدمة الإنترنت ما أفشل التجربة في مهدها. العراق الذي لا يزال لديه أكثر من 1000 مدرسة طينية، وبلغت نسبة الأمية في العاصمة بغداد 50%، كما صرحت بذلك لجنة التربية في مجلس محافظة بغداد، وأن 60% من نسبة الطلاب في الدراسة الأولية لم يستطيعوا الوصول إلى الدراسة الجامعية بحسب الإحصائيات الحكومية، فضلاً عن توقف 3,500,000 طالب عن الدراسة بسبب العمليات العسكرية في البلاد. كل ذلك يفاقم آثار كورونا على نظام العراق التعليمي الهش، ويساعد على انتشار الجهل والأمية وانحدار يشمل كل مجالات الحياة، بالإضافة إلى مشاكله التراكمية كغياب الخطط الاستراتيجية ونقص المباني المدرسية وتراجع جودة التعليم، ما ينذر بانتكاسة قد لا يستفيق منها إلا بعد عشرات السنين. بداية أرحب بضيوفي الكرام في هذه الحلقة، دكتور سلوان العاني الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم ينضم معنا عبر الهاتف، وأيضا الدكتورة نادين ياردة أخصائية الأمراض المعدية والجرثومية، وأيضا الأستاذ ثائر عبيد هجول نقيب المعلمين في بابل. أبدأ معك أستاذ ثائر عبيد هجول نقيب المعلمين في بابل، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميع الخيرين في عراقنا الحبيب، وتحية إلى ضيفيك الكريمين العزيزين دكتور سلوان العاني ودكتورة نادين. أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ ثائر. أستاذ ثائر، يعني كما تعلم وكما العالم كله الآن يعني متأهب، والكل يعمل من أجل مواجهة هذا الفيروس الخطير الذي أصيب به عشرات الآلاف من الناس، بل مئات الآلاف من الناس. الآن المدارس في العراق، النظام التعليمي في العراق، يعني كيف أثر فيروس كورونا وهذه الجائحة التي ليس لها حدود على التعليم والعملية التعليمية في العراق، وأنتم هناك في محافظة بابل أستاذ ثائر عبيد هجول؟ تحية إلى جميع مشاهديك الكرام وإلى الأخوان دكتور سلوان ودكتور نادين، وألف شكر جنابك. حقيقة أنا حبيت أبدأ من حيث بداية العام الدراسي. اليوم محافظات العراق انقسمت إلى 3 أقسام، محافظة بابل ضمن القسم الثالث، حيث انتفاضة تشرين يوم 25/10/2019 وتم توقف الدراسة وتوقف جميع المدارس والكليات في ذلك الوقت، واستمر هذا التوقف لأكثر من شهرين. هذه المرحلة الأولى عندما تأخرت الدراسة وتأخر تلامذتنا وطلبتنا عن الالتحاق بمدارسهم، وتقريبا التحق التلامذة والطلبة إلى بداية كانون الثاني 2020. أستاذ تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل أستاذ ثائر. بداية الدراسة، بداية العام الدراسي تقريبا صار 2020 في كانون الثاني. امتحانات نصف السنة لحد الآن تلامذتنا وطلبتنا لم يكملوا امتحانات نصف السنة، ويوجد الكثير منهم باقي لديه مادة أو مادتين. يعني على العام الدراسي 2019-2020 بدأ بتدهور وبدأ بوجود عقبات ومطبات في بداية العام الدراسي. أيضا أضف إلى ذلك توجه العالم بمرض وبائي وبلاء إلهي، وهو كورونا الذي أصيب العالم بكامله، أصيب الدول العظمى، الدول العالمية، الدول الأوروبية التي تحتل المراتب الأولى على مستوى وزارة الصحة ومستوى وزارة التربية والتعليم، وأصيب من ضمن هذه الدول العراق الذي يتأخر عن هذه الدول من ناحية وزارة الصحة ووزارة التربية، لكن يتميز بوحدة شعبه ووحدة جماهيره ووحدة برامجه دائما. أستاذ ثائر، كيف يواجه كيف يعني يواجه المتعلمون أولياء الأمور هذه يعني هذه المشكلة الكبيرة؟ هناك مشكلة فعلية يعني في العراق في ظل كل هذه الظروف، نقص التخصيصات، في ظل التقارير التي تتحدث عن الفساد الإداري والمالي، في ظل يعني التقارير أيضا التي هي من وزارة التربية تتحدث عن أكثر من 50%
نسبة الأمية في ظل وجود أكثر من 1000 مدرسة طينية، نقص الموارد، يعني الطالب ليس لديه حتى رحلة يجلس عليها، في حين أن الدول المتقدمة التي كما تفضلتم يعني فشلت حتى في مواجهة هذا الفيروس، وهو أمر صعب جدا في ظل الكثير من الضحايا. هناك نظام التعليمي في هذه الدول نظام متطور، يعني مثلا التعلم عن بعد أو التعليم عن بعد هو موجود، ولكن في العراق في ظل البطالة والفقر ونقص التمويل، ويعني في ظل معاناة الشعب العراقي بالمجمل، كيف يمكن للطالب أن يتوفر له مثلا جهاز حاسوب أو إنترنت بشكل مستمر، أو حتى أن هذا النظام الذي يعتبر ربما نظاما جديدا على الطفل العراقي أو على المتعلم العراقي أو الشاب؟ عندما نتحدث عن ولي أمر التلميذ أو الطالب، ولي أمر التلميذ أو الطالب كان همه هو الأول اليوم كيف يحافظ على عائلته وعلى أولاده وبناته من خلاص من هذا الوباء، ومن ثم يفكر في العام الدراسي. اليوم الوباء أخذ الكثير من الضحايا في الدول الغربية ودول حتى الآسيوية ومنها العراق، لكن دائما العراقيين يفكرون بالدراسه والتربيه والتعليم وبافكار اولياء الامور العديده انه كيف يحاول انه يستمر ابن التلميذ او الطالب في التواصل مع التربيه في الدراسه. وزاره التربيه اطلقت منصات تربويه الكترونيه مثل ما تعرف، وهذه المنصات الإلكترونية لها إيجابيات ولها سلبيات، إذا أتحدث لك عن إيجابياتها وسلبيات. نعم. تفضل أستاذ. نعم تفضل. لو نستطيع أن نعرف أنه التعليم الإلكتروني على أنه هو منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو التدريبية للطلاب أو المتدربين في أي وقت وفي أي مكان باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات التفاعلية مثل الانترنت والقنوات التلفزيونية أو البريد الإلكتروني وأجهزة الحاسوب والمؤتمرات. لكن هذا الاتصال الإلكتروني توجد فيه سلبيات كثيرة. أول سلبية هو ضعف الانترنت. اليوم أنا أتصل بجنابك ونتخوف من قطع الانترنت بسبب ضعفه. أيضا لا يوجد لجميع العوائل، اليوم عوائلنا الكريمة أغلبيتها هي عوائل محتاجة ومتعففة، لا يوجد لديها انترنت أو حتى لا يوجد لديها اتصال، وتصل الكثير من العوائل لا يوجد لديها الموبايل. فكيف لنا أنه نستطيع الاستمرار معهم في هذا التعليم الإلكتروني؟ اثنين، الاستقرار لبنية تحتية قوية مزودة بوسائل التعليم الإلكتروني. اليوم أقحمنا عوائلنا بالتعليم الإلكتروني بدون أي ثقافة إلكترونية لأغلب العوائل. ثلاثة، انعدام الخبرة في أنظمة التعليم الإلكتروني، عدم وفرة برامج تعليمية مدعومة باللغة العربية، عدم وجود الخبرة الكافية لدى المعلمين في ارتياد التقنية الرسمية واستخدامها، احتمالية غياب العامل الإنساني في العملية التعليمية، تكلفة مادية مرتفعة جدا، وعلى وزارة الاتصالات ورئاسة الوزراء اليوم قد يفكرون بهذا الموضوع أنه يخفضون من تكلفة مصاريف الانترنت، وخاصة اليوم بحاجة ماسة من عوائلنا الكريم. الصعوبة في التطوير على المعايير، غياب التغذية الراجعة من المعلم وتأخر الحصول عليها لوقت طويل يفقد عملية إيجابية. المعلم والمدرس والكثير منهم غير مؤهلين للعمل. طيب أستاذ ثار، إذا سمحت لي سأعود إليك مرة أخرى، ابقى معي لو سمحت. أرحب بالدكتور سلوان العاني الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم. دكتور سلوان مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. في ظل هذه المعوقات وكل هذه التي الأسباب والمسببات التي ذكرها الأستاذ ثار عبيد هجول عن التعليم في العراق والعملية التعليمية وما تواجهه أو يواجهه التعليم من معوقات في ظل هذه الأزمة العالمية الكبيرة، في ظل جائحة كورونا التي تهدد أرواح الناس، كيف أثر فيروس كورونا من وجهة نظركم ومن خلال ما تراقبون وتتابعون في العراق، كيف أثر على التعليم والعملية التعليمية؟ كما تعلم أن القطاع التعليمي في العراق هو قطاع منهك، يعني مثل ما تفضل أيضا الأستاذ ثائر عبيد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
شكرا على الاستضافة وعلى فتح المجال للتحدث عن هذا الموضوع. الحقيقة هذه السنة الدراسية تكاد تكون هي الأسوأ في تاريخ التربية والتعليم في العراق بسبب تعطل الدراسة بالأسباب المعروفة للزملاء الحضور في ضيوفك وللمشاهدين. الطلبة في مقدمة ساحات الاحتجاج بتوفير معيشة كريمة لهم وحياة فيها أبسط مقومات الحياة المدنية. هذا طبعا عطل الدراسة لفترات طويلة وبدون ما تأخذ وزارة التعليم العالي أو التربية إجراءات لحل هذه المشكلة، كانت هي إما متفرجة أو ليس لها حول ولا قوة. هاي من ناحية. فجاء الوباء والجائحة، اللي أنا أتكلم من الوباء إلى الجائحة، ليقضي على ما تبقى من أي شيء ممكن أمل في أن هذه المؤسسات الأكاديمية والتربوية. طبعا أنت عندما تواجه هذا النوع من الـ يعني الظاهرة والكارثة العالمية والانتشار العالمي، يجب أن تكون الدولة معدة معدة خطط طوارئ في وجود حالة من هذا النوع. أنا أعتقد وأعرف أو جازم أنه لا توجد أي خطط لهذا الموضوع، والدليل على أنه الوزارتين أعطت توجيهات باستخدام التعليم الإلكتروني لكنها لم تعطي خطة مركزية لكيفية أن يكون هذا التعليم تعليم منهجي وليس تعليم تدخل على الإنترنت حتى تتعلم لك محاضرة. دكتور سلوان، سأعود إليك مرة أخرى، أبقى معي لو سمحت. أرحب بالدكتورة نادين يارد، أخصائية الأمراض المعدية والجرثومية. دكتورة نادين، مرحبا بك. مرحبا دكتورة نادين. يعني ما مدى خطورة فيروس كورونا على المتعلمين وخصوصا الفئات العمرية في التعليم الأساسي أو التعليم الثانوي؟ يعني هل هي ممكن أن تكون يعني أخطر فئة عمرية معرضة لهذا الفيروس؟ لا أبدا. الجروب العمرية في المدارس الأساسية والثانوية هي مش معرضة كتير لخطر الكورونا فيروس. في معظم الدراسات اللي حصلت، الحالات اللي حصلت في الصين، في إيران، في إيطاليا، في فرنسا، في إسبانيا، وحتى في لبنان، وحتى في الستيتس، هالأعمار هيدي ما عم بيكون في عليها خطر من الوباء بحد ذاته. في المقابل، ألو؟ نعم أسمعك دكتورة، تفضل. نعم. عفواً. في المقابل هيدا العمر إذا لقط الفيروس ولما بيرجع من مدرسته على بيته، إذا بالبيت في ناس كبار بالعمر ممكن أن ينقل العدوى بقلب البيت، هيدول ممكن يلقطوا من الأطفال من الصغار العمر. نعم. خطورة الفيروس بالنسبة لتلاميذ المدارس مش عند تلميذ المدرسة، بس خطورته بأنه تلميذ المدرسة بيقدر ياخد الفيروس، يحمل الفيروس، ما يعمل فيه مرض قوي، يروح على بيته يحمل الفيروس على بيته، ببيته ممكن يكون عنده ناس مناعتهم مش كتير منيحة أو يكونوا كبار بالعمر. طيب. هيدي الخطورة بالنسبة للمدارس والكورونا. هذه بالنسبة لخطورة الفيروس على المتعلمين وعلى الأطفال. يعني ما هي الحلول من وجهة نظرك؟ يعني هل البقاء في المنازل ومجرد الانتقال من وسائل تعليمية أو طرق تعليمية إلى طرق تعليمية أخرى، يعني مثلا التعلم عن بعد، هل هو الحل من أجل مواجهة هذا الفيروس؟ من أجل مواجهة الفيروس، نحن نعرف أنه الفيروس بينتقل بالغازات من النفس، وبينتقل في الملامسة المباشرة وغير المباشرة. لهالسبب تبين بالobservation لكل الحالات اللي صارت عالمياً إنه أهم عنصر
حتى تقدر تنحد من انتشار الفيروس هو التباعد الاجتماعي. التباعد الاجتماعي يعني يضلوا العالم بعاد عن بعضهم فيما أقله مترين 2 meters no. okay? أو متر ونص no. إذا فيك تعمل تعليم بطريقة أنك تخلي هالتباعد هيدا موجود ممكن أنك تعلم بلا ما توقف التعليم no. لهالسبب معظم البلاد اللي عندها إمكانية أنها تعطي التعليم عن بعد عملت التعليم عن بعد. هلأ ممكن تسألني هل ممكن مثلا إذا كان عملنا تباعد اجتماعي social distancing في كل المجتمع ما عدا يعني باستثناء المدارس يعني إذا كانت صار في social distancing بكل نطاقات العمل بالبلد إنما خلينا المدارس ماشية ما بيمشي يعني ما فيك توقف الفيروس بهذه الطريقة ضروري إنه يصير في تباعد اجتماعي بكل نطاقات العمل والتخالط على صعيد المجتمع كله حتى تقدر توقف انتشار الفيروس. طيب. لهالسبب إذا وقفنا يعني هذا كله من أجل توقيف أو إيقاف انتشار الفيروس، ولكن من وجهة نظرك دكتورة إلى أي مدى ممكن أن يستمر ذلك؟ إلى أي مدى ممكن يستمر يعني الإيقاف؟ نعم يستمر يعني الدوام بالمدارس، يستمر التباعد الاجتماعي مثل ما تفضلتي. أوكي. توقيف المدارس سببه أنه مضطرين نعمل التباعد الاجتماعي في كل بلد. في كل بلد إذا صار مضبوط تباعد اجتماعي يعني مضبوط وكل فرد بهالمجتمع تحمل مسؤولية نفسه وطبق مثل ما لازم على الأصول التباعد الاجتماعي، يفترض أنه بخلال فترة شهر لشهر ونص من بداية التباعد الاجتماعي انه تقدر توقف انتشار الفيروس بالبلد، على اعتبار انه فترة الحضانة للفيروس هي اسبوعين تقريبا او ماكسيموم 3 اسابيع. فاذا من الناحية الوبائية مفروض اذا قدرنا نعمل تباعد اجتماعي مضبوط كل عالم كل شخص يطبق التباعد الاجتماعي مثل ما لازم، مفترض انه خلال 6 اسابيع او شهرين 8 اسابيع من بدايه التباعد الاجتماعي يفترض انه نقدر نوقف الفيروس. يعني من شهر الى شهرين، من شهر ونصف الى شهرين، عاده شهر ونصف شهرين، هيدا اذا كان كل العالم طبقت التباعد الاجتماعي. يعني إذا وقفنا المعامل ووقفنا الأشغال بس خلينا المدارس عم تشتغل ما بيوقف بشهرين. عرفت علي؟ على حسب الالتزام على حسب الالتزام بالتباعد الاجتماعي. صح. نعم. ابقى معي دكتورة لو سمحتي. دكتورة نادين يارد شكرا لك. أعود إليك أستاذ ثار عباد هجول نقيب المعلمين في محافظة بابل. أستاذ ثار، يعني كل هذه المعوقات، كل هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها العراقيون، طبعا الطلبة كانوا يعني قبل أسابيع هم في ساحات التظاهرات يطالبون بحقوقهم، يعني كمتعلمين يطالبون بحقوقهم كمواطنين، جاء هذا الفيروس فزاد العبء أكثر عليهم. يعني الآن كحالة نفسية للمتعلم العراقي وأنتم هناك، هل لك أن تصفها لنا؟ كيف يتعامل يعني المتعلم العراقي، الطالب العراقي مع هذا الظرف؟ كيف يتأقلم، كيف يتعامل مع هذا الظرف في ضوء وجود حكومة لا تبالي بحقوقه كمتعلم، وكذلك في ضوء وجود نظام جديد للتعليم هو جديد عليه وكذلك يعاني من قلة الموارد كنقص الإنترنت كما تفضلتم وكذلك نقص أجهزة الحاسوب؟ نعم أستاذي، في بداية حديثي أنا تحدثت قلت أول نقطة هي علينا الحفاظ على الروح البشرية، وهذه أهم نقطة أساسية يجب علينا وعلى الدولة العراقية أو كل دول العالم، هي أنه كيف تحافظ على الإنسان التابع إلى هذا الدولة. ومن ثم بعد ما تقريبا وجدوا حلول وقتية، وأهم حل هو الحجر الصحي ومنع التجوال بين المناطق وبين المحافظات وبين الدول، بدأ الإنسان العراقي والإنسان العراقي
وليس المسؤول العراقي بكيفية أنه ينجز ويوفر المواد التربية التربوية والتعليمية لأبناء التلامذة والطلبة. فبدأ ولي الأمر بتهيئة أبنائه وبناته إلى إعادة الدروس أو إعادة المواد الدراسية بمراجعة بسيطة. ومن ثم بدأت وزارة التربية والتعليم العالي بالمنصات الإلكترونية وأيضا المدارس الموجودة في محافظتنا بدأت تبث عن طريق مدرسيها تبث بعض الدروس وخاصة الدروس المهمة، وبدأ التلاميذ والطلبة بمتابعة هذه الدروس عن طريق الاتصالات وعن طريق الانترنت، ومن ثم توجه إلى الاتصال الإلكتروني أو المنصات اللي عن بعد. اليوم احنا في العراق وفي بابل نبتعد كل البعد عن التخطيط. اليوم لا يوجد لدينا تخطيط نفكر في خطة خطية أو عشرية أو 25. اليوم الأغلبية الموجودة، وأتحدث عن المسؤولين في الدولة، يعملون وفق اليوم، ما يعملون وفق الغد أو بعد شهر أو بعد شهرين. المواطن العراقي بصورة عامة والمواطن البابلي انتفض في تشرين يطالب بمستحقاته وحقوقه ويدافع عن ممتلكاته، واستمر هذا الحال لحد الآن. موجودين أبطالنا في المتظاهرين في ساحات التحرير وفي ساحات الحرية في كل المدن العراقية. يوجد الكثير من العوائل الثانية. طيب نعم ساثار، فقط اسمح لي أن تبقى معي، سأعود إليك مرة أخرى في هذه النقطة التي تحدثت بها عن قضية التخطيط. طبعا التخطيط التعليمي معروف، هناك خطة 5، هناك خطة 20، هناك استراتيجية تعليمية. يعني بالعودة إليك دكتور سلوان العاني الأكاديمي والمتخصص في شؤون التعليم، كما تعلمون يعني العراق يعني قبل احتلاله ومنذ السبعينيات يمتلك نظاما تعليميا يعد من أكفأ الأنظمة التعليمية في الشرق الأوسط. هذا ليس كلاما من عندنا، طبعا هو هذا بتقارير من منظمة اليونسكو، منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم. أيضا حاز التعليم العراقي على جائزتين، يعني هذا أمر يعني مهم جدا أن نتحدث به الآن في ظل ما يعاني منه المتعلمون في ظل هذه الظروف من نقص في الموارد ونقص في التجهيزات وما إلى ذلك. من وجهة نظرك يعني هل يخلو العراق من كفاءاته حتى لا يوجد به تخطيط مثل ما تفضل الأستاذ ثائر؟ نعم، شكرا لك الأستاذ ثائر. الحقيقة أنت تعرف مثل يعني تكملة لما تفضلت به، العراق هو وعاء العقول وكفاءات من أكاديميين ومهندسين وأطباء ومثقفين بشكل عام وحملة شهادات عليا. لكن هذا بعد 2003 مثل ما تعرف بعد الاحتلال تم يعني تصفية كثير من هؤلاء العلماء داخل بلدهم، وبعضهم نأى بنفسه عن بلده مكره ومضطر لكي يحافظ على إمكانياته وعقله يقدمها إلى دول تحترم العقول وتحترم العلم وتضعها في مكانة صحيح. ولكن أيضا دكتور يعني إذا سمحت لي، هذا لا يعني أن العراق الآن يخلو من كفاءات، هناك يعني عمالقة داخل العراق الآن، ما الذي يمنعهم من إعداد خطة 5، خطة 20 في إطار قطاع التعليم تحديدا؟ أستاذ احنا ما قلنا أنه لا يوجد، نحن نعرف أنه العراق هو ولاد. وهنالك كانت خطة أيام التسعينات للنهوض بالتعليم العالي، ومن يقود الآن التعليم العالي كمستوى الجامعات هم الكوادر اللي تم تهيئتها في تلك الفترة، فنحن نحترمهم ونقدر وجودهم ونقدر كفاءتهم. لكن التخطيط لا مستوى ليس على مستوى الأستاذ، التخطيط يبدأ على مستوى وزارة التخطيط وعلى مستوى الوزارة. الدول الآن تضع خطط على مستوى بمستوى الأمم المتحدة تصل إلى 2030. أنا لم أسمع لدينا خطط قريبة المدى
أو متوسطة المدى أو بعيدة المدى، خلينا نقول إلى 2030. وطبعا هذا هو ينعكس على كل مرافق الدولة، إن كان تعليم، إن كان صحة، إن كان اتصالات، إن كان يعني خطط يعني للسلم ولا الطوارئ أو الحرب. طبعا في ظل هذه الظروف الحالية دكتور سلوان، إذا سمحت لي، في ظل هذه الظروف الحالية هي تعتبر ظروف طارئة الآن، خطط طوارئ، يعني حالة طارئة العالم كله الآن يواجهها كورونا وتحدياته وآثاره. الآن الحكومة في ظل هذه الظروف نجد يعني أن يعني هناك خلية أزمة وهناك لجان شكلت، ولكن لم نجد شيئا ملموسا على أرض الواقع، ليس هناك أي خطة واضحة، فقط نسمع بتوزيع المناصب المحاصصة، حصة الحزب الفلاني، يعني هذا المنصب سيذهب من إلى، لكننا لم نكن من وجهة نظر الكثير على مستوى التحدي فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، ونحن نتحدث يعني خاصة التعليم. نعم. بس أقول لك أستاذ أنه دول الخليج، وأذكر بالذات قطر لأني يعني قريب على هذه الدولة وأعرف خططها، من 10 سنوات وهي تعمل على نظام إدارة التعليم، ما يسموه بالLMS، برنامج نظام إدارة التعليم أو التعليم التفاعلي، أي الأستاذ صح يدرس في المدرسة لكن لديه برامج مع طلبته أونلاين يتابع معهم الواجبات. فعندما حصلت الأزمة مباشرة تم التحول إلى هذا النظام، والأساتذة والطلبة جالسين في منازلهم، لكن النظام مستمر والعملية التعليمية مستمرة. وعندما وجد هنالك تأخر في هذه العملية تحول إلى نظام ثاني بين يوم وآخر إلى نظام اسمه تيمز. وهذه البرامج وضعتها الدولة ودربت عليها مدرسيها منذ عشرات السنين، احنا بعيدين عن هذا التخطيط على مستوى التربية والتعليم. بعدين اقول لك اشير الى نقطة، احنا العملية التعليمية بيها اربع فقرات او اربع عناصر، فيها بنية تحتية تقنية اللي هو الانترنت او شبكة الاتصالات، فيها منظومة ادارية للمؤسسات التعليمية، فيها كادر تدريسي، وفيها منهج وطالب. هذه العناصر غير متوفرة بها مستلزمات النهوض، والاعتماد الآن على المبادرات الشخصية، بحيث أصبح الأستاذ هو إداري ومصمم برامج وتقني ومدرس وملقن في نفس الوقت. فهذا يعني يدلل على أن هنالك عدم وجود خطط طويلة المدى أو بنائية، ولذلك لا نقارن هذا الزمن بزمن الذهبي للتربية والتعليم في العراق في منتصف السبعينات إلى تقريبا بداية الثمانينات. نعم، كان العصر الذهبي أن العراق في تجدد في كل هذه في هذه النقطة. يعني ذكرت دكتور سلوان، سأعود إليك مرة أخرى إذا سمحت لي، يعني في نقطة ذكرت المبادرات الشخصية. طبعا نحن والعالم الآن يشهد في ظل جائحة كورونا مبادرات عالمية، طبعا الأمم المتحدة دائما في الظروف الطارئة هي يعني تلجأ إلى العديد من الإجراءات الآنية والسريعة من أجل مواجهة أي حدث طارئ. يعني هناك مبادرات الآن فيما يخص التعليم، مبادرات عالمية دولية دعت إليها الأمم المتحدة، بعدما ذكرت يعني أن أكثر من 87% من عدد الطلاب في العالم أغلقوا مدارسهم في سبيل يعني هذا التباعد الاجتماعي الذي أيضا تحدثت عنه الدكتورة نادين يارد. يعني ربما تطول أكثر من شهرين أو أقل، الله أعلم. ولكن يعني بالعودة إليك أستاذ ثائر عبيد، أستاذ ثائر، يعني الأمم المتحدة أعلنت إطلاق تحالف عالمي للتعليم من أجل يعني دعم التوسع في نطاق مواجهة كورونا وتأثيراته على التعليم في ظل هذه الظروف الطارئة التي يواجهها العالم.
طبعا مع وجود أو مع عدم وجود خطط أو قلة وجود خطط أو رداءة هذه الخطط، تحدث الدكتور سلوان عن مبادرات شخصية، يعني المعلم هو يعني يقوم بمهام جميع عناصر منظومة التعليم، يعني أنتم كذلك أيضا ما هي أنشطتكم مبادراتكم في هذا الإطار، أم أن الأمم المتحدة وتأثيرها ووقعها ربما يعني يؤتي بثمار معينة؟ أستاذي، كان قالت المعلمين فرع بابل اليوم اتحدث مع المديرية العامة لتربية بابل وشكلت خلية أزمة للعمل على تعفير وتعقيم أكثر المناطق والأحياء والمدارس. نعم. وفعلا تم إنجاز هذه المهمة بنجاح. أيضا أنت أستاذي تعرف كل شيء، اليوم حتى مهيئة بنا التلميذ أو الطالب للدراسة أو للمنصة الإلكترونية يجب علينا توفير بعض الاحتياجات إليه، وخصوصا اليوم الظرف المعيشي لكل عوائلنا. هساني ما أريد أتزلك برقم نسبي، بس مو أقل من 50% من عوائلنا في العراق بصورة عامة وفي بابل بصورة خاصة هي بحاجة ماسة إلى السلة الغذائية. خصصت نقابة المعلمين مبلغ يتم توزيعه على سادة أعضاء المؤتمر في نقابة المعلمين واللي متوزعين بكل أعضاء بكل الوحدات الإدارية حتى يشترون مواد غذائية ويوزعوها على شكل أكياس، ويتم الذهاب إلى عوائل المحترمة العوائل المحتاجة والمتعففة حيث نستطيع أن نوصيهم حتى نستطيع أن نوصيهم بالبقاء بالبيت وعدم الخروج للشارع حتى نحافظ عليهم. أستاذ العزيز، إذا نوفر المادة الغذائية لعوائلنا المحتاجة بالتالي راح نستطيع أنه الناخشة بموضوع المنهج مثل ما تفضل دكتور سلوان، والمنهج هو يعني أربع فقرات، المنهج هو أربع: المدرسة والكتاب والطالب والمعلم. تمام. هذا في حالة وصولنا إلى أنه هيئنا العائلة إلى التربية والتعليم أو إلى كيف ندرس أبنائهم التلامذة والطلب. يعني يجب أن توفر يعني المدرسة واليوم لا. المدرسة والبنايه المدرسية ما مجهزة نهائيا لهذا الشيء. الكتاب ويحتاج إلى لجان ومؤتمرات علمية حتى نستطيع أن نرسل هذا الكتاب والمنهج، والطالب أيضا غير مهيئ للدراسة، غير مهيئ تهيئة كاملة، والمعلم يحتاج إلى أعداد وتدريب. يعني أستاذ ثائر، يعني كما تعلم أن هذا الفيروس كشف عن ضعف النظام الصحي في العالم بشكل عام، يعني ضعف نظام الطوارئ وخصوصا فيما يخص الجهاز التنفسي لدى الإنسان، وهذا الأمر يعني انكشف الآن. ولكن يعني كما تعلم في العراق يعني هذا الضعف هو موجود يعني منذ زمن بعيد، يعني ربما بعد احتلال العراق، حتى قبل احتلال العراق كان أيضا موجود بسبب الحصار الاقتصادي، يعني قلة الموارد وقلة التخصيصات وقلة المصادر. يعني هذا الأمر من خلال مواجهتكم له، وتحدثنا عن موضوع التغذية وعن موضوع يعني دعم العوائل الفقيرة، هل تجد أو تلمس نسبة نجاح في كل هذه الخطوات؟ هل تبشر بخير في العراق رغم عدم وجود خطط حكومية، رغم عدم مبالاة موجودة؟ تكاتف الناس فيما بينهم هو هاي البشرة اللي نستطيع أنه نبثها لكل المجتمعات أنه نستطيع أن ننجح. الدراسة الإلكترونية هي مو نطلق عليها طلقة الرحمة ونعتبرها فاشلة، بالعكس يوجد أيضا إيجابيات بهذه الدراسة اللي أونلاين وعلى البعد. ولا تحب أن أعطيك إيجابياتها: زيادة فرص التواصل بين الطلبة والتفاعل بما بينهم، وبالتالي التحفيز على المشاركة بالمواضع التعليمية المطروعة بكل سهولة وجرأة. اليوم التلميذ والطالب مكان ما يتوجه إلى الألعاب الإلكترونية لأنه يتوجه إلى التعليم الإلكتروني ويتواصل معه. أيضا فتح الأفق أمام أطراف العملية التربوية في النقاش وتبادل الآراء حول المواضيع المطروحة. يعني استخار في نقطة فقط إذا سمحت لي، يعني كل متعلم، كل عائلة لديها مثلا عندهم الإمكانية أن يعني أن يشتروا لولدهم يعني تليفون أو موبايل حديث يتمكن من خلاله على التواصل مع. في بداية حديثي تحدثت لك عن السلبيات وقلت لك ضعف الانترنت، وأكثر من 50% من العوائل لا يوجد لديها لا انترنت ولا حتى موبايل. يعني
هو أساسا المشروع أنه حتى ننجح به يجب علينا توفير هذه المادة في كل عوائلنا، في كل بيت من بيوتنا، لأنه اليوم ماكو بيت عراقي ما فيه تلميذ أو طالب. البيوت العراقية لا يوجد فيها، لا توجد في كل البيوت العراقية يوجد فيها انترنت أو يوجد فيها جهاز اتصال، وحتى إن وجد في ذلك البيت تلقى بيت يجوز فد 5 طلبة أو 6 تلامذة أو 4، وتدري إحنا عوائل منتجة من ناحية الأولاد والبنات. نعم. كيف هاي العائلة الفقيرة المتعززة اللي محتاجة اليوم للسلة الغذائية أن توفر موبايلات وإنترنت لأولادها التلاميذ؟ هذه سلبية، وأول سلبية أنا أطلقتها في بداية حديثي. نعم. أنا أردت فقط أن أعيد هذه المعلومة أيضا على لسانكم أستاذ ثائر، أيضا لكي يسمعها الدكتور سلوان العاني، لتكون واضحة فيما يخص الميزانية الموارد يعني في العراق. العراق بلد نفطي وليس بلدا فقيرا، الميزانية ملياريا، يعني هل يعني فعلا هناك عجز فعلي في العراق؟ لا تستطيع الحكومة توفير كل ذلك للمتعلمين، والآن يعني نسبة الفقر في ازدياد، البطالة في ازدياد، وأصلا الثورة، ثورة تشرين، نشبت هذه الثورة وتصاعدت وازدادت وتيرتها، وكذلك قامت القوات الحكومية بقتل المتظاهرين والاعتداء عليهم، كله في سبيل المطالبة بحقوق العراقيين. يعني هل من قلة في الميزانية المخصصة للتعليم فقط؟ يعني لو حصرنا هذا الأمر دكتور سلوان. نعم، الحقيقة بلدنا الحمد لله بلد خير، ومثل ما تفضلت ميزانيته تزداد عن 100 مليار دولار، لكن خلي يجي يشوف الصحة قد مخصصة له 2.5%. هذا القطاع الخدمي الكبير الآن هو في المواجهة مع هذا الفيروس الرهيب، هو أول قطاع يواجه هم الأطباء والعاملين في القطاع الصحي. 2.5% ما يطلع له حدود، يعني إذا أريد نقول على مبلغ 9000 يمكن أو 95 3500 مليار يورو للصحة. التعليم يمكن ما يجي أقل من 1%. المشكلة إذا ليست بالميزانية، المشكلة في التوزيع، في معرفة أولويات المجتمع. لذلك نرى أن إحنا حكومة مستقيلة من 4 أشهر ولا لم نتمكن من تشكيل ولو حكومة مؤقتة لإدارة وتصريف الأمور بحيث نبدأ صفحة جديدة مع الحياة، لم نتمكن. وهذا طبعا في سلبيات كثيرة، الميزانية تتأخر، الصرف يتأخر، الآمر بالصرف يكون ضعيف لأنه ليس أصيل، لم يعد أصيل. فهنا يعني أجيب لك مثل الصين في قلب الأزمة، وهي أول من واجهت الأزمة مباشرة، قامت بسلسلة من إجراءات لتعليم 200 مليون طالب وتلميذ، وهم جالسين في بيوتهم من وراء الشاشة يتابعون التعليم، مستمر التعليم، ولا هنالك أي شعور بأنه في الخارج يعني هذا العدو الرهيب اللي يواجه الإنسان. هذا طبعا دليل على أنه من قلب الأزمة تبرز إمكانيات الدولة. لم أسمع عن إمكانيات، لم أسمع عن مبادرات، لم أسمع إلا بحدود بسيطة عن جهات معينة. في إيطاليا ملياردير وضع فلوسه تحت تصرف الحكومة لكي تنهض إيطاليا من جديد. ماذا عملنا إحنا أصحاب الإمكانيات؟ 17 سنة عندنا كذا ملياردير في العراق وخارج العراق، الذي ماذا قدموا للبلد؟ لماذا نعتمد على غيرة العراقي البسيط؟ هل هذا كافي غيرة العراقي وصار لنا؟ يعني دكتور سلوان، كما يقول الفلاسفة وكذلك كما يقول الخبراء، أنه إذا أردت أن تبني دولة فعليك بالاهتمام بنظامها الصحي والتعليمي وكذلك بالقضاء، هذه الأمور الثلاثة، ويضاف إليها الأمن أيضا.
هل ترى أن هذا الأمر ربما أمرا متعمدا أن يبقى العراق بهذا المستوى من الضعف في القطاعات الخدمية وخصوصا في القطاع التعليمي؟ طبعا الموضوع مرتبط بمن يدير هذه المؤسسات. طبعا أولا يجب أن يكون الشخص من قلب المؤسسة، عندما يكون قائد في التعليم العالي يجب أن يكون متدرج، من هو مدرس إلى أستاذ إلى رئيس قسم إلى عميد كلية إلى رئيس جامعة إلى وزير. هذا ما موجود عندنا. الوزير بس يا أما حامل شهادة عليا أما غير حامل شهادة عليا، يصبح وزير للتعليم العالي في العراق. وكذلك بقية المؤسسات التربوية، وزارة التربية وغيرها، لا يوجد يعني تدرج وظيفي واستحقاق لكي يصل إلى مكانه. متى ما وضعت الشخص المناسب في المكان المناسب ستخلق المعادلة اللي تفضلت بها، أنه تخلق هذه القطاعات. وأيضا اللوم يوضع على النظام السياسي الذي هو السبب في تدهور حال العراق، ومع الأسف العراق طيب الآن في أسفل سلم التعليم في دول العالم. حتى الصومال واليمن مع احترامي لهم هم أفضل من عندنا في جودة التعليم. طيب دكتور سلوان، أستاذ ثائر عبيد، يعني اضطراب التعليم ما هي تداعياته من وجهة نظرك؟ ألو، نعم. أستاذ ثائر، هناك طبعا اضطراب في التعليم، هناك تأخر معوقات في التعليم بسبب فيروس كورونا، هل من تداعيات سلبية ربما على المتعلمين في المستقبل؟ طبعا أستاذ، احنا تفضلت انت وتفضل دكتور سلوان على السياسات المتعذبة الفاشلة واللي وصل بنا هذا الحال اليوم، انه ما نستطيع انه نستمر ويا ابنائنا التلامذة والطلبة اليوم. لا، ما أكد على فرق فقط ومصطلح التخطيط. اليوم لا يوجد لدينا أي تخطيط. اعتماد العراق والمسؤولين بالعراق على فقط مادة النفط البترول فقط. اليوم احنا بحاجة إلى أموال ضخمة حتى ننتشل وضعنا الصحي ووضعنا التربوي، بحاجة مادية. إذا بقى العراق يعتمد على فقط النفط، والنفط اليوم نزل من $60 خلال 10 أيام و 15 يوم إلى $20، وهذه الأموال غير اللي عاليات الصرف اللي تحتاجها برميل نفط. فتجد النتيجة أنه اليوم الدولة العراقية تهتم فقط بالرواتب، وهذه خسارة كبرى أخرى. على المسؤولين بالدولة العراقية الاهتمام بالشأن التربوي والشأن الصحي، وعليهم أن يضعوا خطط، وأن أول نقطة يعملوها هو عقد مؤتمرات تربوية وتوجيه دعاوي إلى أهل الشأن الخبراء التربويين لمناقشة حال التربية في العراق قبل كورونا وبعد كورونا. اليوم بحاجة إلى هذه المؤتمرات، وبحاجة إلى هيئات رأي ورجال رأي في المديريات العامة، حتى نستطيع أن نتواصل مع أبنائنا، أولا نحميهم وثانيا نعلمهم. نعم شكرا لك، شكرا جزيلا أستاذ ثائر. هل من تعليق في أقل من دقيقة أستاذ دكتور سلوان؟ نعم، إن شاء الله إحنا رغم ذلك هذا بلدنا وهذول أهلنا وشعبنا، وإحنا متفائلين بأن هنالك في العراق علماء وخبراء وأساتذة وأكاديميين وباحثين سيكون لهم أيضا دور في النهوض بالتربية والتعليم على مستوى التربية المدارس، وعلى مستوى التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي. ويجب أن في نفس الوقت اللي احنا ندير او نجد نفسنا في دوامة مع الأسف، يجب أن ينهض من العراق باحثين يشاركوا علماء العالم في إيجاد علاجات ولقاحات لإيقاف هذا الفيروس، كما كان العراق دائما سباق ومن الأوائل الدول في هذا الاتجاه. وأحيي كل أساتذة العراق ومدرسيهم، لأن هم أيضا المصد الثاني بعد وزارة الصحة. وأحيي أيضا الجندي المجهول في العراق، وأحيي كل عالم يبحث عن طريقة لتعليم طلابه، ونسأل الله التوفيق وأن نتجاوز هذه الأزمة ونستفاد منها بدروس جديدة
لنعرف ماذا نعمل للمستقبل. وأشكركم على الاستضافة والسلام عليكم ورحمة. شكرا لك دكتور سلوان العاني الأكاديمي المتخصص في شؤون التعليم، ونشكرك شكرا جزيلا أستاذ ثائر عبيد هجول نقيب المعلمين في بابل. وفقدنا الاتصال بالدكتورة نادين يارد أخصائية الأمراض المعدية والجرثومية، نشكرك شكرا جزيلا دكتورة نادين يارد. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.